شاء الله كلامنا مع حضراتكم هيبقى عن القضاء العسكري، تعريفه وأجهزته واختصاصاته. والقضاء العسكري حضراتكم في قضاء عسكري بيقوم بمهام القضاء الجنائي، ثم هناك قضاء عسكري بيقوم بمهام القضاء الإداري. الدستور بتاع 2014 في المادة 202 منه وسع في اختصاص القضاء الإداري العسكري، وأصبح هو الأساس بالنسبة لكل المنازعات الإدارية التي تكون وزارة الدفاع طرف فيها، وحجب مجلس الدولة كقضاء إداري أصيل عن نظر أي منازعات تتعلق بوزارة الدفاع. ويمكن ده جزء ما يعني محجوب شوية عن كثير من السادة المحامين كمعلومات وكشكل وكتنظيم وكإجراءات، وحضراتكم أكيد إن شاء الله هتحتكوا بهذا العمل، فبرضو يا ريت نستوعب اللي هيتقال بالنسبة له عشان يبقى الصورة واضحة بالنسبة لكم، عشان لو سألتوا فيه أو حبيت تشتغلوا فيه يبقى عندكم خلفية كاملة عن هذا القضاء. حضراتكم بالنسبة للقضاء العسكري الجنائي، القضاء العسكري الجنائي، القضاء العسكري بيتكون كتنظيم من هيئة قضاء عسكري بيتبعها ثلاث إدارات رئيسية: إدارة المدعي العام العسكري، يتبعها إدارة المدعي العام العسكري، ثم إدارة المحاكم العسكرية، ثم إدارة الدعاوي المدنية والإدارية. هيئة القضاء العسكري دي هي الرئاسة، وبتمارس دور إداري ودور فني. الدور الإداري بيتمثل في نقل أعضاء القضاء العسكري وترقيتهم وتوزيعهم على الوظائف المختلفة وإحالتهم للمعاش. الدور الفني بيتمثل في جهاز التفتيش القضائي بهيئة القضاء، وده اللي بيفتش على أعمال النيابات العسكرية والمحاكم العسكرية وأفرع القضاء، وبيقيم أعضاء القضاء العسكري ويقرر استمرارهم في العمل في أماكنهم من عدم. بيشغل أو يعرس هذه الإدارة أو الهيئة ضابط مرتبة لواء، وهو في نفس الوقت بحكم القانون رئيس محكمة النقض العسكري. طبعاً الأربع إدارات موجودين في مجمع المحاكم العسكرية في الحي العاشر في مدينة مصر. حضراتكم في الإدارة الأولى التي تتبع الهيئة هي إدارة المدعي العام العسكري، بيشغلها لواء هو المدعي العام العسكري، بيمارس نفس صلاحيات النائب العام، نفس صلاحيات النائب العام من جميع الأوجه سواء الإدارية أو القانونية. بيساعدوا مجموعة من العمداء يعني ضباط مرتبة عميد مساعدين لي للإشراف على النيابات العسكرية المختلفة، ودول بيمارسوا نفس صلاحيات المحامين العامين الأولين الأول اللي هم تابعين للنائب العام، لأنها ما عندناش هذا المسمى في القضاء العسكري، ما عندناش محامي عام أو محامي
في القضاء العسكري. حضراتكم إدارة المدعي العام العسكري بيتبعها عدد من النيابات العسكرية، القاهرة واللي هي اسمها المنطقة العسكرية المركزية فيها ثلاث نيابات، نيابة شمال وشرق، ودول الاثنين دول موجودين في مجمع المحاكم العسكرية في الحي العاشر، ثم محكمة غرب القاهرة العسكرية واللي موجودة في طريق الأستراد طريق حلوان بعد سكن قريش. نيابة شرق وشمال مختصين بالقاهرة والمنوفية كمحافظة، نيابة غرب مختصة بمحافظة بني سويف والفيوم والجيزة. حضراتكم في نيابة عسكرية في أسيوط يتبعها نيابة كلية، يتبعها نيابات في الغردقة وفي قنا وفي أسوان، دي نيابات جزئية. في نيابة في الإسماعيلية كلية، يتبعها نيابة جزئية في الزقازيق. في نيابة عسكرية كلية في اسكندرية، يتبعها نيابة جزئية في المنصورة. في نيابة كلية في مرسى مطروح، يتبعها نيابتين جزئيتين في السلوم وفي سيدي براني. في نيابة في الإسماعيلية بيتبعها الزقازيق زي ما قلت، ومعها العريش ومعها بورسعيد. وفي نيابة عسكرية في السويس. دي مجموع النيابات اللي موجودة على مستوى الجمهورية. حضراتكم النيابة دي كل نيابة بيشغلها رئيس نيابة أو رئاسة رئيس نيابة ومعها مدير نيابة وعدد من أعضاء النيابة. نفس الصلاحيات الموجودة لأعضاء النيابة العامة ورئيس النيابة العامة ممنوحة للنيابة العسكرية، عدا النيابة العسكرية حضراتكم سلطة الحبس فيها 15 يوم زي نيابة أمن الدولة. يعني النيابة العامة بتدي 4 أيام، لا النيابة العسكرية زي نيابة أمن الدولة بتدي 15 يوم حبس احتياطي. حضرتك المتهم بيحضر معه محامي طبقا للقانون قدام النيابة، والنيابة ملزمة إنها توفر أو تكفل محامي لكل متهم حاضر قدامها إلا في حالات الاستعجال أو خشية ضياع الدليل، والكلام ده منطبق عندنا وعند النيابة العامة. حضرتك بتحضر قدام النيابة العامة وبتسمع التحليل، تحضره وبتسجله اللي أنت عايز تسجله كتابة، وبتترافع وتطلب إخلاء سبيل المتهم بتاعك. وأنا زي ما قلت برضو في المحاضرة السابقة، حضرتك لو هتحضر أول مرة مع المتهم هو بيتردد أول مرة في النيابة بتطلب إخلاء سبيله، لأنه يكونش لسه صدر قرار بحبسه. يعني أنا بحضر قدام النيابة مع المتهم بتاعي لأول مرة، وبعد بينتهي التحقيق وكيل النيابة أو رئيس النيابة بيقول لي اتفضل يا أستاذ طلباتك، بقول إخلاء سبيل المتهم مش الإفراج عنه، لأن الإفراج عنه ده خطأ قانوني لأن لسه المتهم ما اتحبسش. وده برضه بيقيم المحامي قدام عضو النيابة أو قدام رئيس النيابة إنه فاهم شغله. لكن تاني مرة سواء قدام النيابة أو قدام المحكمة بطل إفراج عنه باعتباره خلاص صدر قرار بحبسه. حضراتكم النيابة بالنسبة للعسكريين ما تحلهمش للمحكمة على طول، بتطلب إذن بالإحالة للمحكمة من الضابط المختص سواء في الجنايات أو الجنح. يعني الضابط والعسكري والصف الضابط ما بودوش محكمة على طول، ببعث القضية للقائد بتاعه سواء قائد المنطقة أو رئيس الأركان أو وزير الدفاع أيا كان التخصص، بطلب إذن بالإحالة. ده إجراء روتيني لأنه عادة لا يحدث إن هو يقول لا مش حازم بالإحالة، هو من حقه بس ما بيحصلش، لكن ده إجراء قانوني لازم يتاخد. بالنسبة للمدنيين النيابة بتأمر بإحالتهم للمحكمة. ده حضراتكم بالنسبة كل ما يتعلق بالنيابات العسكرية. لو انتقلنا للشق الثاني حضراتكم بالنسبة للمحاكم، في إدارة المحاكم العسكرية اللي برضو مقرها في الحي العاشر برأسها مدير محاكم برتبة لواء، وبيرأس دايرة من دوائر الجنايات. كل منطقة وكل جيش في فرع محاكم، فرع المحاكم ده بيحتوي على دوائر جنايات ودوائر جنح.
عندنا في المنطقة المركزية هي القاهرة، فرع محاكم المنطقة المركزية، في 5 دوائر جنايات وحوالي أكثر من 8 أو 9 دوائر جرح. السويس فيها فرع محاكم، الإسماعيلية فيها فرع محاكم، إسكندرية فيها فرع محاكم، مطروح، أسيوط، كلها أفرع محاكم. في طبعاً محاكم جزئية اللي هي الجنح، في العريش، في أسوان، وفي قنا، وفي نيابة غرب في محكمة جنح جزئية، وفي الزقازيق. حضراتكم محكمة الجنح برأسها قاضي فرد ومعه عضو نيابة. في عندنا استحدث القانون محكمة جنح مستأنفة، دي 3 أضاء، ودي بيطعن أمامها بالاستئناف على الأحكام التي تصدر في مواد الجنح. محكمة الجنايات بتتكون من رئيس محكمة الجنايات وعضوين يمين وشمال، لا تقل رتبة أحدهما عن رائد، لكن غالبا بيبقى يا عقدة يا مقدمين، ورئيس الدائرة غالبا بيبقى عميد أو له. حضرتك كل أعضاء القضاء العسكري هم داخلين الخدمة بيحلفوا اليمين القانونية قدام رئيس هيئة القضاء وقدام وزير الدفاع زي اللي بيحلفوا وكيل النيابة العامة. حضرتكم قدام برضو المحكمة جميع الضمانات موجودة أمام محاكم الجنايات والجنح العسكرية زيها زي المحاكم العادية. حضرتك لازم المحكمة في الجنايات يحضر متهم موكل، المتهم يحضر عنه محامي موكل، أو المحكمة ملزمة أنها تندب له دفاع على نفقة وزارة الدفاع. الفرق مع حضراتكم احنا ما عندناش دور انعقاد زي المحاكم المدنية ان احدف المقضية 2 أو 3، لا، احنا عندنا حضرتك التأجيل، اقصى تأجيل بيبقى اسبوع، اقصى تأجيل اسبوع، يعني جلسة السبت بدي السبت اللي بعده، واحيانا بدي الاثنين واحيانا بدي الثلاث، لكن بحد اقصى اسبوع. ليه؟ طبيعة الشغل في القضاء العسكري وطبيعة القضاء العسكرية ما تستحملش المط، ما تستحملش ان احنا في القضية بالـ2 أو 3، لا، القضية مهما كان حجمها لازم تاخد وقتها. وانا بوسط للمحامي ان هو يطلع، وجميع طلبات المحامي طالما طلبات موضوعية وقانونية بتستجاب وبتحقق لي، طلب عرض المتهم على الطب الشرعي بتعرض، طلب شهود بتجاب، طلب اي وثائق بتجاب، كل الضمانات مقفولة، المحامي بياخد راحته تماما في المرافعة، يمكن أكتر من يعني المساحة اللي ممكن ياخدها قدام أي محكمة جنح أو محكمة جنايات عادية. والأحكام ساعتها كلها بتبقى بيراعى فيها طبعا العدالة أولا وأخيرا. هو في شقة طبعا حضرتك، احنا القضاء العسكري قضاء خاص، ويمكن يعني بيهدف الى تحقيق الردع العام والخاص، فيمكن الاحكام عشان كده بتتسم بسرعه وتتسم برضو بنوع من الشده عشان احقق الردع العام، عشان احقق الانضباط في القوات المسلحه. يعني على سبيل المثال لما انتشرت ظاهره المخدرات في البلد، طلعت تعليمات ان يتعمل تحليل عشوائي الصبح لأي أفراد في أي وحدة، يعني الصبح في الطابور بتاع الصباح، إذا كان حد من حضراتكم دخل الخدمة عارف الكلام ده، بقول نمرة 1 في الطابور الأولاني، نمرة 5 في الطابور الثاني، نمرة 10 في الطابور الثالث، نمرة 20 في الطابور الرابع، يطلعوا لي بره، ببعتهم الكلام ده للناس المجندين والضباط برضه، ببعتهم بجواب مأمورية على المعامل المركزية ويتحلل لهم تحليل عينات بول، اللي بيطلع تحليله ايجابي مخدرات بيتحال فورا للمحكمه العسكريه، وبياخد 10 سنتين حبس و10000 جنيه غرامه ورفض من الخدمه. ده عشان اواجه ظاهره انتشار المخدرات في القوات المسلحه، عشان اواجه. عشان كده بقول ان القضاء العسكري لازم يبقى فيه سرعه في الشغل، وفي نفسه لازم يبقى فيه ردع عشان اوقف اي ظاهره فيها اخلال بأمن وسلامة القوات المسلحة، بأن اللي هياخد مخدرات ده أنا ما أضمنش هيحصل منه إيه أو سلوكه إيه وهو متناول المخدرات. حضراتكم ضابط القضاء العسكري
طالب حقوق حصل لصاص حقوق بتقدير جيد، الكلية الحربية بتطلب دفعتين في السنة في شهر 4 وشهر 10، بتبقى دفع جميل مختلط حقوق وتجارة وزراعة وعلوم وتربية، دول بياخد 6 أشهر في الكلية الحربية، وبعد كده بيتوزعوا على الأسلحة بتاعتهم، كل واحد بيروح التخصص بتاعه، يعني بتاع العلوم بيروح الحرب الكيماوية، بتاع الزراعة بيروح التعيينات، بتاع التجارة بيروح الشؤون المالية، بتاع الحقوق بيروح القضاء العسكري، بيفضل فيه لغاية ما يطلع معاش. طبعا ضابط بيترقى من ملازم أول لنقيب لرائد لعقيد لعميد للواء، آخر حاجة بيشغلها رتبة عندنا رتبة اللواء، وبعدين يطلع معاش. المدنية والإدارية، الإدارة دي مهمتها إنها تدافع عن كل ما يصار من قضايا ضد القوات المسلحة، وفي نفس الوقت بتطلب من هيئة قضايا الدولة اللي هي محامي الحكومة ترفع جميع القضايا اللي بتطالب فيها القوات المسلحة بحقوق لدى الغير. يعني القوات المسلحة اتعاقدت مع شركة على انها تبني مباني والشركة دي اتأخرت، بطلب من هيئة قضايا الدولة عن طريق فرع الدعاوي ده إدارة الدعاوي انها ترفع قضية على الشركة عشان تلزمها بدفع غرامات التأخير وبإنهاء الشغل بتاعها. حضرتك برضو قضية مثلا مرفوعة من ناس مدنيين على القوات المسلحة، تعويض على لو مثلا شخص أصيب، مدني أصيب أو توفى نتيجة حادث عربة جيش، بيرفع دعوة ضد وزير الدفاع بصفته. المفروض فرع إدارة الدعاوى المدنية بترد على الدعوة دي عن طريق هيئة إدارة الدولة، وبتثبت حق وزير الدفاع أو عدم أحقيته في إن يدفع تعويض. فالدعوة الإدارة دي موجودة، وإدارة من الإدارات المهمة، لأن في منازعات كتير أحيانا بتبقى دولية بين القوات المسلحة وبين شركات توريد أسلحة أو خلافه، وبيبقى فيها يعني حقول مطالبات بالملايين. دي الإدارة الثالثة بالنسبة للقوات المسلحة. برضو من ضمن أفرع القوات المسلحة اللي هي تتبع القضاء العسكري حاجة اسمها أفرع القضاء العسكري. أفرع القضاء العسكري دي موجودة في كل جيش وكل منطقة عسكرية. أي قضية عسكرية حضرات بعد ما بصدر فيها الحكم بتتبعت من المحكمة إلى فرع اسمه فرع القضاء العسكري. فرع القضاء العسكري ده فيه ضباط قضاء عسكري زيهم زي بتوع النيابة وزي بتوع المحكمة، وبيحصل ممكن بتاع المحكمة يتنقل يروح فرع القضاء، وبتاع فرع القضاء يروح المحكمة أو النيابة والعكس. بتروح القضية فرع القضاء بيكتب فيها مذكرة بالتصديق، كتب فيها مذكرة بالتصديق، وبتتعرض على القائد العسكري، بتتعرض القضية بمذكرة التصديق على القائد العسكري اللي هو قائد وزير الدفاع أو رئيس الأركان أو قائد الحوثة الجوية أو البحرية أيا كان، ويصدق الحكم، بيصدق على الحكم. التصديق ده طبقا للمادة 99 من قانون القضاء العسكري لا يخرج عن 3 حاجات، الرابعة طبعا ما بتحققش بخلاف الثلاثة، يا إما يصدق الحكم زي ما هو، يا إما بيخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، أو يلغي الحكم ويعيد محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى. يعني هو ليه 3 صلاحيات في التصديق، تصديق كما هو أو يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها أو يلغي الحكم ويعيده، لكن مش مصلحياته ان هو يشدد العقوبه، يعني ما يقدرش الحكم رايح له بسنه يخليه سنه ونص او سنتين، ده مش من صلاحياته قانونا وما بيحصلش. كل اللي بيحصل بيمارس صلاحياته حسب اللي اتقال زي ما قلت لحضراتكم. المفروض القضيه دي بعد ما بيصد عليها بترجع على النيابه بتاعتها، يعني قضيه تبع نيابه الشرق تروح نيابه الشرق. المفروض بعد القضيه ما بيصد عليها وترجع النيابه ببعت اجيب المتهم من محبسه ومضيه على نموذج اسمه إعلان بالحكم المصدق عليه، إعلان بالحكم المصدق عليه، بقول له قائد المنطقة أو وزير الدفاع أو رئيس الأركان أيا كان الضابط المصدق صدق على الحكم بتاعك بكذا، ده لو كان كما هو أو خفف. لكن لو لغى وعاد طبعا ما بجيبش متهم، أنا بعلن المتهم بجلسة جديدة، بنزل القضية في محكمة قدام دائرة تانية وبعلن المتهم بجلسة جديدة. لكن لو كان التصديق كما هو أو خفف أو أوقف تنفيذ بجيب المتهم وبعلنه بالحكم المصدق عليه،
في الجنح لعشرة أيام يعمل استئناف قدام المحكمة العسكرية للجنح، وفي الجنايات ليعمل خلال 60 يوم طعن بالنقد قدام المحكمة العليا للطعون العسكرية اللي هي ممثلة لمحكمة النقد الجنائية. ما عندناش حاجة اسمها تقرير بالطعن من جوه السجن، ما عندناش تقرير بالطعن جوه السجن، يعني مش متهم بيروح جوه السجن ويقول أنا عايز أعمل طعن، لا. النظام في القضاء العسكري إن المتهم بيعمل توكيل من محبسه بالمحامي، والمحامي بيقدم الطعن بالنقد بناء على هذا التوكيل. في عندنا محكمة الطعون العسكرية بتتكون من دايرتين، دايرة بتاخد يوم الاثنين ودايرة بتاخد يوم الثلاث. حضرتك كل دايرة مشكلة من 6 أو 7 قضاة هم أقدم ضباط قضاء عسكري، وبتروح القضية بعد ما المكتب الفني لمحكمة النقد الأول بتكتب ونيابة النقد، تكتب مذكرة فيها وبتحدها جلسة. المتهم زي محكمة النقد المدنية الجنائية ما بيحضرش، وبيحضر المحامي وبيترافع في حدود الطعن اللي كاتبه في مذكرة الطعن بتاعته، وبعد كده بيصدر الحكم من محكمة الطعون العسكرية. بيصبح الحكم نهائيا وباتا، نهائيا نهائي بصدور حكم محكمة الجنايات وبات برفض الطعن. حضرتك القانون الجديد اللي هو صدر في 2014 ادى في المادة 43 مكرر منه لوزير الدفاع صلاحيات. المادة دي نصت على ان لوزير الدفاع بعد صيرورة الحكم نهائي وبات، بعد صيرورة الحكم بالنهائي وبات، يعني بعد الحكم ما يصدر ويطعن عليه ويرفض الطعن، ان يعاد عرض الملف عليه، ملف القضية عليه، وله ان يوقف تنفيذه، يخفف العقوبة او يوقف تنفيذها، له ان يخفف العقوبة او يوقف تنفيذها. دي الحاجة اللي بعد النقل اللي عندنا في القضاء العسكري، بس طبعا بتبقى يعني صعبة شوية، لان طبعا بيبقى فيه لازم تجيب حاجة جديدة حصلت وما تعرضش على محكمة النقد او محكمة النقد تغلط عنها. لكن النص ده موجود وبتم تفعيله لو المحامي كتب الطلب ده اللي هو طلب التماس بتفعيل المادة 43 من مقرر من قانون القضاء العسكري. حضراتكم المحاكم العسكرية بتطبق نفس القوانين اللي بتطبقها النيابة العامة والمحاكم العاديين، نفس القوانين، يعني قانون الإجراءات الجنائية، قانون العقوبات، جميع القوانين الجنائية الخاصة، إضافة إلى قانون خاص هو القانون 25 لسان 66 الخاص بقانون القضاء العسكري، وده قانون من المادة 1 للمادة 166 كلها جرائم عسكرية بحتة لا يتصور أن يرتكبها مدني. يعني ما ينفعش واحد مدني اتهمه بالغياب عن المعسكر لأنه هو أصلاً ما هو دخلش معسكر، ما ينفعش واحد مدني اتهمه بإهمال قطعة الأوامر العسكرية بأنه ما أداش التحية، ما ينفعش يتهم واحد مدني أنه أفقد ذخيرة وسلاح. كل دي مواد خاصة بالعسكريين بس فقط، ده بيطبق بجانب على العسكريين بس بجانب العقوبات والإجراءات والقوانين الجنائية الخاصة، إضافة إلى قانون الخدمة الوطنية اللي هو قانون التجنيد اللي هو 127 لسنة 80 اللي هو حضرتك بيتكلم عن التجنيد والجرائم المرتبطة بالتجنيد، وبرضه دي جرائم خاصة ومقصورة على شبان التجنيد اللي هم بيرتكبوا جريمة سواء تزوير في شهادة إنهاء الخدمة أو تزوير في شهادة الإعفاء أو يتخلف عن التجنيد لغاية ما يكمل 30، لأن هو أي شاب تجنيد فضل هربان أو متخلف عن التجنيد لغاية كمل 30 ملوش جيش، ملوش بيمتنع تجنيده، وبالتالي بحكمه على التخلف عن التجنيد وبياخد غرامة من 3 إلى 10 آلاف جنيه، لكن عملا الغرامة بتبقى من 8 إلى 10. هو طبعا القانون في حبس بس لا يفعل الحبس، سنتين حبس بس طبعا لا يفعل الحبس، لأن مش مصلحة أحبسه، أنا أحبسه
هيشغل مكان في السجن وهاكله واشربه وحرسه، لكن انا لو خدت منه غرامه بفيد بيها خزنه الدوله، وعملا ما بيطبقش الحبس. حضراتكم ده كل ما يتعلق بالقضاء العسكري الجنائي. لو انتقلنا للقضاء العسكري الاداري، زي ما قلت لحضراتكم بدستور 2014 تم غل يد مجلس الدولة عن نظر أي منازعات إدارية خاصة بوزارة الدفاع. يعني أي حد مدني أو عسكري رفع دعوة إدارية على وزارة الدفاع، المحاكم القضاء الإداري أو مجلس الدولة بتقبلها منه وتتداول وتدي حكم في الآخر بعدم الاختصاص والإحالة للجان القضائية العسكرية. طيب إيه بقى القضاء العسكري الإداري؟ هو عبارة عن جزئين، في قضاء إداري عسكري خاص بالضباط، وقضاء عسكري إداري خاص بالصف والجنود. القضاء العسكري الخاص بالضباط عبارة عن لجان قضائية عسكرية. إحنا عندنا فن في الجيش، في حاجة اسمها جيش وحاجة اسمها قوات رئيسية. القوات الرئيسية دي اللي هي البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود. كل قوة من دول فيها لجنة، لجنة ضباط، لجنة ضباط البحرية، لجنة ضباط قوات جوية، لجنة ضباط حرس الحدود، لجنة ضباط دفاع جوي. ثم باقي الأسلحة اللي بنقول عليها أسلحة معاونة، اللي هي المشاوم والمدرعات والمدفعية والإمداد التموين والخدمات الطبية، كلها دي اسمها جيش. دي ليها لجنة اسمها لجنة ضباط الجيش. دول الخمس لجان اللي هي خاصة بالضباط. لو حضرتك انا ضابط ويطلعوني معاش وانا ليا مطعن على هذا القرار، يعني انا بطعن القرار ده شايفه مش صح، بطعن قدام اللجنه دي خلال 30 يوم من تاريخ خروجي، من تاريخ ما بيطلعوني معاش بطعن على قرار اللجنه دي. لو طبي بطعن خلال 60 يوم، لو طبي بطعن خلال 60 يوم، يعني طلعوني معاش بقوه القانون وانا عندي انزلاق غضروفي. بقول لهم انا بطعن قدامكم ان انا المفروض تطلعوني طبي، المفروض تطلعوني طبي. ده بيطعن خلال 60 يوم، لكن اي قرار اداري تاني خلال شهر. يعني طلعوني عدم، طلعوني دواعي امنيه، قال لك الراجل ده متدين وخطر على الجيش. انا بطعن خلال 30 يوم بقول لهم لا انا مش متدين، ده انا راجل مش يعني ماشي شمال. تمام؟ وبثبت كده عشان وغلط انهم طالعيني كده. طلعوه مثلا ان هو الضابط ده بيلعب الميسر وبيلعب الكلام ده، وطلعوه تاديبي بطعن قال ده، بقول لا انا راجل منضبط وراجل كويس وراجل محترم. طلعوني يعني ايا كان، طلعوني ان انا ليا اتجاهات دينيه، بقول لا والله انا راجل لا، يعني بطعن قال ده خلال 30 يوم، سواء اللجان بتاعت الافرع الرئيسيه او لجنه الجيش. لو ضابط بيحضر قدام اللجنه دي ومعاه المحامي بتاعه وبيترافع المحامي وبصر القرار، لو القرار ده رفض الطعن بتاع الضابط ليه انه يطعن على هذا القرار قدام لجنه اعلى، لجنه اعلى هي لجنه ضباط القوات المسلحه، لجنه ضباط القوات المسلحه اللي برأسها اللي هو ممدوح شاهين اللي هو مساعد الوزير للشؤون القانونيه، برضه بطعن قدامها خلال 30 يوم من تاريخ توقيعي بالعلم على القرار الاولاني. وبرضه بحضر معايا محامي والمحامي بيترافع قدام اللجنه وقررها نهائي ولا طعن عليه قدام اي جهه ثانيه، لان دي اعلى محكمه في القضاء الاداري بالنسبه للضباط. حضراتكم بالنسبه للصف والجنود، يعني اللي هو الشوشيه والصلاة والعساكر، في لجان قضائيه ثانيه. لجان اسمها اللجان القضائيه بقى في المناطق والجيوش، يعني في اسيوط في لجنه، في اسماعيليه في لجنه، في السويس في لجنه، في القاهره في لجنه، كل مكان في لجنه. الطعن عليها، الطعن امامها خلال 60 يوم، 60 يوم من تاريخ انهاء خدمه الطاعن، يعني عسكري طلعوه انهاء خدمه بغير سبب، انهاء خدمه عدم ياخذوا بيها بغير سبب الخدمه. وهو العسكري بيقول لا ده انصبت اثناء الخدمه، فبيطعن على القرار ده وبيقول يا جماعه لا اصابتي كانت وانا شغال في الجيش. تمام؟ بيطعن خلال 60 يوم وبيحضر هو المحامي بتاعه، والمحامي بتاعه بيترافع وبيقدم ما يفيد ان هو ان هو المفروض تنهى خدمته حاله مرضيه اثناء بسبب الخدمه.
على فرض مثلا برضو صف الضابط طلعوه ان هو ليه اتجاهات دينيه، بيجيب مثلا بيطعن برضو ويقول لا انا مش اتجاهات دينيه، ده انا كل اللي بعمله ان بصلي في توقيتاتي ودي مش ما تعبنيش ولا كده، يعني ايا كان وجه الطعن بيطعن خلال 60 يوم وبيحضر هو والمحامي بتاعه وبيترافع. لو حضراتكم الطعن بتاعه اترفض ليه يطعن قدام لجنه اعلى اسمها اللجنه القضائيه العليا، اللجنه القضائيه العليا، ودي برضو اللي برأسها اللي هو ممدوح شاهين اللي هو مساعد وزير الدفاع، ودي برضو لجنه نهائيه اخر لجنه، بيحضر برضو هو المحامي بتاعه والطعن خلص 30 يوم برضو من تاريخ القرار الاولاني، وبياخد حقه في المرافعه تماما وبيقدم جميع المساعدات اللي عايزها بحيث ان هو يثبت حقه اذا كان فعلا ليه حق في ان يطعن على هذا القرار. حضراتكم بالنسبه للقضاء الجنائي هتتعاملوا يعني في هذا الشان في بالقانون 25 لسنه 66، 25 لسنه 66 وتعديلاته، ده قانون القضاء العسكري، قانون القضاء العسكري. طب حضراتكم هو ده القانون اللي هو يعني إضافة إلى القوانين العادية للعقوبات والإجراءات وكل الكلام الإجراءات اللي احنا بنتعامل بيها، وأيضا قانون التجنيد اللي هو 127 لسنة 1980. ده بالنسبة للقضاء الإداري، القضاء العسكري الجنائي. بالنسبة للقضاء العسكري الإداري لو حضراتكم في قانون 123 لسنة 81، ده قانون خدمة الصف والجنود، خدمة الصف، قانون خدمة الصف والجنود ولائحته التنفيذية، ده بيتضمن كل ما يتعلق بالخدمة بتاعة الصف والجنود. وفي القانون 232 لسنة 59، ده قانون خدمة الضباط، قانون خدمة الضباط، ده برضو في كل ما يتعلق بخدمة الضباط من ساعة ما يخش الخدمة لغاية ما يطلع معاش، واللجان بتاعته وازاي يطعن وازاي يقدم طعنه ومواعيد الطعن. دول القوانين اللي حضرتكم هتحتاجوها في شغلكم ان شاء الله لو جاتكم حاجة من القضاء العسكري. برضو من الحاجات اللي هقولها حضرتك، القضاء العسكري للأسف الشديد طبعا النيابات العسكرية أولا ما عندناش تصوير لأي قضية وهي في النيابة، ما فيش حاجة اسمها تصوير وهي في النيابة، كل ما مسموح به للمحامي لو هو حاضر مع المتهم أن يطلع على القضية، بس تصوير بعد أول جلسة وسيادتك تحضر عن المتهم بتاعك وتثبت حضورك عنه كموكل، وبعدين تقدم طلب تصور القضية وهي في المحكمة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين حضرتك برضو النصيحة اللي بقولها لأخواتي الصغيرين برضو سنا وكبار مقاما، إن حضرتك لو جالك متهم في قضية عسكرية ما توعدش بإخلاء السبيل، لأن القضاء العسكري للأسف الشديد أو النيابة العسكرية تحديدا لا تعرف إخلاء السبيل، يعني بيحبسوا في إصابة الخطأ، إصابة الخطأ اللي هي راحت النيابة العامة بره بياخد 200 جنيه حكم، لا إحنا بنحبس فيها. فما تقولش لأي متهم جالك في قضية عسكرية أنا هخلى سبيلك، ليه؟ مش هيطلع أبدا. المتهم بياخده بمبدأ المتهم في إيدي مش هسيبه كده، فهو حضرتك بيفضل محبوس لغاية ما يتحل المحكمة. فما دخلش نفسي في دايرة إن أنا هقول للموكل أو أهله أن هأفرج عنه أو حضر أو هيخرج من الحبس بتاعه. حضراتكم القضاء العسكري الشغل فيه جميع الضمانات الموجودة في النيابة العامة وفي المحاكم العادية. حضرتك أنت طبعاً لازم تلتزم بالروب في المحاكم العسكرية برضو زي المحاكم العادية، والبدلة الكاملة لو طبعاً في حضور سيادتك سواء في النيابة أو في المحكمة. جميع الضمانات مكفولة ليك كاطلاع وكدراسة وكطلبات، محدش بيعارضك في أي حاجة. هو كل المشكلة في التوقيتات بتبقى قصيرة، المدد يعني السبت تلاقي لك الاثنين يقول لك الخميس، السبت يعني ما عندناش الشهر والشهرين والثلاثة اللي بره، وده أحسن لأن هو على الأقل بيخلي المحامي يجتهد ويخلص شغله أول بأول. حضراتكم طبعا
بالنسبة للقيام برضو أنا بس أحب أنبه، لأن طبعا في عساكر كتير هتلاقي ناس كتير جاي لك عاملة غياب. أنا لسه قلت في المحاضرة السابقة إن وزير الدفاع مشير طنطاوي في 2004 طلع قرار جمهوري، قرار وزاري قال فيه إنه كل عسكري عامل غياب، عامل غياب يعني دخل وهرب أو غاب، وأتم 30 وأتم 30 وغيابه قبل 25/5/2004 غياب قبل 25/5/2004 أو كمل 36 أو كمل 36 سنة، ده ما بيروحش لا شرطة عسكرية ولا وحدته، ده حضرتك بيطلع على السجلات العسكرية لو كان جيش، وبيروح إدارة شؤون المجندين لو كان عسكرية داخلية، وبيقدم فيش وشهادة ميلاد وصورة البطاقة، وبيتعمل معاه تحقيق في السجلات أو في إدارة شؤون المجندين، وهو ببنطلونه وقميصه أو بجلابيته، وبعد كده الورق بتاعه بيتبعت على النيابة العسكرية، بيروح النيابة العسكرية ما بيتحققش معاه، بيمضوه على جلسة، بيحضر قدام القاضي، القاضي برضه بقميصه وبنطلونه، وبيروح بيجي من غير ما حرس ولا حد بيقول له انت رايح فين، بيحضر بقميصه وبنطلونه وبجلابيته، وبياخد رفض، حكم رفض من الخدمة، حكم رفض من الخدمة، كل اللي بيتحمله ثمن المخلة، يعني دفعوه ثمن المخلة اللي ضاعت منه، سواء 100 جنيه 200 جنيه حسب تقدير الجهة اللي هي السيلات أو إدارة شؤون المجندين. ده للي كمل 36 أو غيابه قبل 25/5/2004. طبعا حضراتكم لغاية 5 سنين كان في قضاء عسكري وشرطة، في نيابة شرطية عسكرية شرطية ومحكمة شرطية، الطعن على هذا القضاء بعدم الدستورية، ومحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته واتلغى. فالنهاردة المجندين الداخلية بيتحكموا قدام القضاء العسكري اللي هم المجندين، لكن الضباط الداخلية والأمناء والمندوبين والدرجة الأولى بيروحوا النيابة العامة، بيروحوا النيابة العامة، لكن عساكر الدرجة الثانية اللي هم المجندين بيتحكموا حاليا قدام القضاء العسكري للقوات المسلحة، فبنطبق عليهم نفس الكلام بالنسبة للناس اللي هم تجاوزوا 36 أو غيابهم قبل 25/5. طبعا زي ما قلت أنا بالنسبة للغياب للتخلف تجنيد، حضراتكم اللي بيكمل 30 ملوش عندي تجنيد، اللي بيكمل 30 وما راحش منطقة تجنيد ملوش عندي تجنيد، بيمتنع تجنيده، فحضرتك بيتعمل له بيعمل فيش وشهادة ميلاد وصول بطاقته، بيروح منطقة تجنيد بيشتري ملف من هناك تحقيقات ويتحقق معاه وبيتحدد له جلسة، وبيروح المحكمة بياخد حكم غرامة من 8-10,000 جنيه، وبعد كده بياخد صورة الحكم ويوديها التجنيد، بيدوله الشهادة انه اتحاكم في القضية رقم كذا عن تخلف عن التجنيد وصدر ضد الحكم بالغرامة وأصبح غير مطلوب بالجيش. حضراتكم اللي كمل 45 في تقادم في دعوة تخلف تجنيد، يعني اللي كمل 35 ما بدفعوش غرامة، ما بدفعوش غرامة وما بدخلوش محكمة أصلا، بيروح النيابة والنيابة بتدي قرار حفظ من قضاء الدعوة الجنائية بالتقادم، قضاء الدعوة الجنائية ده اللي كمل 45 سنة وما راحش الجيش خالص. حضراتكم برضو بالنسبة للغرامة اللي فوق 39، يعني 39 لغاية قبل 45 ما بديلوش أنا من 8-10، بديله 6-7 براعي برضو السن الكبيرة، خصوصا إن هو التعديل بتاع ال 10,000 ده كان في 2014، فطبعا اللي مكمل 39 ده اكيد ما كان دخل في الشريحه الاولانيه، فانا براعي كده وبديله عقوبه اخف، غرامه اخف. ده بالنسبه حضراتكم للتخلف تجنيد، وبالنسبه للغياب طبعا برضو من ضمن الحاجات ان لو ليا ضابط او صف ضابط بره الجمهوريه وارتكب جريمه بحكمه تاني، لما بيرجع بحكمه عندي تاني عن نفس الجريمه، يعني ضابط في بعثة في أمريكا في روسيا في أي مكان ضرب مواطن أمريكي أو روسي أو اتخانق معه واتحاكم هناك، لو رجع مصر بحكمه تاني بس بحط في اعتباري مدة العقوبة اللي خدها هناك،
لكن لو هو ارتكب فعل هناك مش معاقب عليه في الدولة اللي هو مبعوث ليها ومعاقب عليه عندي، هحاكمه هنا واحبسه. يعني اللعب القمار والميسر مسموح به بره في امريكا وفي الدول الأوروبية. لو تتصور هذا الضابط وتصور هو بياخد فرقة بيلعب قمار، حاجة هنا حاكمه واحبسه، لأن الجريمة دي مش معاقب عليها بره بس معاقب عليها عندي برضه. دي من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى محظورات بالنسبة للضابط، عشان كده بنبه على الضابط اللي طالع بعثة بقول له ممنوع تعمل كذا وممنوع تعمل كذا وممنوع تعمل كذا. حضراتكم برضو عشان برضو تبقوا عارفين، الضباط القضاء العسكري هو مجرد ضابط حضرتك لسانس حقوق اصلا ودخل كلية حربية 6 اشهر زي ما قلت سابتك، في تأهيل بيتم ليهم. احنا حضرتك من سنة 85 عاملين بروتوكول بين القضاء العسكري وبين وزارة العدل. حضراتكم جنب محكمة الشمال القاهرة في المركز القومي للدراسات القضائية اللي بياخد فيه وكلاء النيابة والقضاء العاديين فرق تدريبية. احنا برضو منسقين بندي الضباط بتوعنا نفس الدورات التدريبية اللي بياخدها أعضاء النيابة العامة وأعضاء والقضاء المدنيين، نفس المدد بس مدة أقل. يعني هو بيديهم بيقعدوا سنة، أنا بقعدوا 6 أشهر، أنا بقعدوا 6 أشهر بس، تمام؟ لكن بياخد نفس التأهيل وبياخد نفس الدراسات وبيدرسوا نفس المستشارين اللي هم بتوع القضاء الجنائي المدني برضو عشان نرتقي بالمستوى القانوني والمستوى الفكري لضباط القضاء العسكري، ونحاول نوصلهم لأحسن مستوى. إن هم طبعا برضو احنا يعني بنواجه أحيانا إن الظروف بتفرض إن القضاء العسكري يبقى هو الملجأ الوحيد. يعني حضراتكم في 2012 و13 لما الهجرة حصل دي، القضاء المدني للأسف الشديد غل يده تماما عن العمل. المحاكم كلها اتحرقت، المحاكم كلها اتولعت، ما كانش حد ممكن ينقذ البلد من الفوضى اللي هو فيها غير القضاء العسكري، لأن هو كان القبضة الشديدة اللي قدرت تسيطر على كم البلطجة اللي حصلت في الفترة دي. مش هقول لحضراتكم انه كان بيتقبض كل يوم على المئات، وكان بيتاخدوا في اتوبيس على السجن الحربي، اتوبيس تاني في وكلاء النيابة، اتوبيس تالت في القضاء، اتوبيس تاني في المحامين. ما كانش ينفع غير كده. كان المتهم بيجي يتحقق معاه في على الترابيزة اللي جنبه القاضي، ويدي وكيلنا بيحقق القاضي بدون حكم ويتحط في السجن. فما كانش ينفع السيطرة على البلد الا القضاء العسكري اتدخل بقوة ووقف المهزلة ووقف كم البلطجة وكم التسيب اللي حصل في البلد. فبقول عشان كده انا بحوبك وبقول ان القضاء العسكري حضرتك رغم ان هو قضاء استثنائي، لكن في كتير جدا بنحتاج ان احنا نلجأ ليه في ظروف. طبعا نرجو ان ربنا ما يعيدهاش تاني، لكن كان فرضت علينا وكان الحل الوحيد ان القضاء العسكري هو اللي يتوجه بالقيام بهذه المهمة. حضراتكم انا مستعد لاي اسئله من الزملاء لو في اي حاجه مش واضحه قلتها، وتحت امركم.